أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن عودة المشاورات بين السعودية وميليشيا الحوثي. أفادت وكالة رويترز بأن السعودية استأنفت المحادثات غير المباشرة مع ميليشيا الحوثي لتعزيز وقف متعثر لإطلاق النار. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المسؤولين السعوديين والحوثيين تواصلوا مطلع الأسبوع الجاري في الوقت الذي تسعى فيه الرياض للتوصل إلى تفاهم بشأن هدنة ملزمة. أضاف أحد المصادر أن السعودية جادة للغاية بشأن إنهاء الحرب، لكن الأمر سيعتمد على المدى الذي يمكنها الذهاب إليه لإرضاء الحوثيين حسب قوله. نتوقف مشاهدينا عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب عودة المشاورات بين ميليشيا الحوثي والسعودية، وما موقف الحكومة الشرعية من عودة المشاورات بين السعودية والحوثيين. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. مرة أخرى تعود السعودية إلى مسار الحوار مع ميليشيا الحوثي، وذاك مسار أثبتت الرياض فيه فشلها كما الحرب، وليس أدل على الفشل من ظهور المملكة بمظهر المستجدي حتى وإن غلفت ذلك الاستجداء بالحرص على اليمن واليمنيين من تفشي وباء كورونا أو الالتزام بالدعوات الأممية لوقف التصعيد العسكري والدخول في هدنة مؤقتة. وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة، فإن السعودية استأنفت الحوار غير المباشر مع ميليشيا الحوثي من أجل وقف إطلاق النار والدخول في الهدنة المتعثرة، إلا أن جماعة الحوثي ترفض الحوار وتعتبرها حيلة من قبل السعودية في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون سعوديون أن الرياض لديها نية حقيقية وجادة في وقف إطلاق النار. يبرر الحوثيون رفضهم لإعلان قبول الهدنة بالقول إنهم يريدون وقفا شاملا للحرب وفق رؤية تقدموا بها إلى الأمم المتحدة. هذا الموقف الجديد للميليشيا يعني أنها تسعى لفرض شروطها في الحرب وفي السلم. وباختصار، فمشهد الحرب في اليمن بطرفي السعودية والميليشيا كان هو المشروع الذي أراده الحوثيون منذ بدء التدخل العسكري في اليمن، والواضح اليوم أنهم وصلوا إليه بفضل التحالف السعودي الإماراتي الذي كرس جهده لإضعاف شرعية اليمنية وتمزيقها في استجابة غير مباشرة لأمال ميليشيا الحوثي. لنقاش أوسع ينضم إلينا من تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة فيصل الحذيفي، كما ينضم معنا طالب الحسني ناشط سياسي من بيروت. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ معك سيد فيصل. كمتابع لخمس سنوات من الحرب في اليمن، هل تعتقد أن الحوار سينجح في تحقيق ما فشلت بتحقيقه القوى العسكرية؟ إذا كانت الحرب قد فشلت فإن الحوار أيضا سيفشل، لأن مبررات الحرب لم تكن لها قواعد قانونية ملزمة لها أو محددة لها، ولم تلتزم بقواعد أخلاقية. وكذلك الحوار بين الطرفين سيفشل لأنه قافز على القانون الدولي، حيث أن أصل المشكلة في اليمن هو انقلاب، والحرب هي حرب يمنية بين طرفين، طرف شرعي وطرف انقلابي، وهذه الدول جاءت لمعاونة الشرعية واستعادة الدولة. اليوم قفزت إلى مسألة حل المسألة الأمنية الحدودية بينها وبين الحوثيين والانقلابيين، وتركت المسألة الأساسية وهي الانقلاب والشرعية خارج اهتمامها. السعودية بهذا العمل الذي كان سريا قبل ثلاث سنوات، محادثات سرية ثم محادثات بالوساطة ثم ستنتقل إلى محادثات مباشرة، هي لم تصل إلى حل. ما لم تسعى إلى إرضاء الحوثيين باعتراف بهم كسلطة على المستوى الإقليمي والدولي وتساعدهم على ذلك وتمنحهم الامتيازات التي يطالبون بها وتعزز أيضا الانتصار الذي يعزز سلطانهم بمقابل أن تجد حريتها في التصرف في المناطق الجنوبية كما هو الحال في المهرة وفي حضرموت وفي سقطرة وفي المناطق اليمنية. إذا هناك عبث، هناك هذه المحادثات أو الرغبة في المحادثات
لا تنبع عن حل اساسي للمساله اليمنيه والمشكله بقدر ما هي تعبر عن اعلان عن فشل الحرب، عن فشل المساعي السعوديه، عن سوء ادارتها للحرب، حيث انها ازاحت اليمنيين جانبا وتصدرت القياده والاداره والتحكم ووصلت الى ما وصلت اليه من فشل جريء. نعم، اذا لصالح من تخوض السعوديه مع الحوثيين حوار، ألا ترى بأن هذا الحوار يخدم الحوثيين وبالتالي يخدم مشروعهم في تصوير أن الحرب ما بينهم وما بين السعودية؟ طبعا السعودية تدرك أنها لم تحقق أهدافها الأمنية وحدودها وأمنها القومي من خلال الحرب، فخلال 5 سنوات ادى الى تقويه شوكه الحوثيين واصبحوا اكثر خطرا عليها مع وجود حليف داعم لها دون اذلال دون تدخل وهي ايران. نعم. تسعى من خلال هذه المحادثات الى تحقيق اهداف مشتركه بينها وبين الحوثيين، لكن الى اي مدى تستطيع ان تستميل الحوثيين لصالحها على حساب ايران؟ لا يمكن ان نستقرئ مثل هذه النتيجه. الحوثيون قد يستميلون الى السعوديه لكنهم لن يتركون حزبهم الاساسي مع ايران، وقد يتجاوبون معها في حمايه امنها القومي ولكن مقابل اشتراطات كبرى تجعلهم دوله حقيقيه في المنطقه. يتجاوز دور حزب الله في ايران في لبنان، فاذا كان دور حزب الله في لبنان شريك في سلطه شرعيه، فالحوثيون سيفرضون انفسهم كدوله شطريه. السعوديه لا تابه لمثل هذه الخطوره، وهي عندها استعداد ان تعطيهم هذا الهدف بشرط ان تاخذ منهم ما تريدون من حمايه امنها الحدودي وامنها القومي. نعم تفضل. نعم تفضل بالبقاء معي الدكتور فيصل. ارحب بضيفي طالب الحسني من بيروت، مرحبا بك معنا سيد طالب. لماذا ميليشيا الحوثي ترفض الهدنه التي نادت بها الامم المتحده والتي اعلن التحالف الالتزام بها؟ اهلا وسهلا، اولا مرحبا بك وبالدكتور فيصل وايضا بالمشاهدين الكرام. يعني الحقيقه انصار الله او القوى الوطنيه او حكومه الانقاذ او المجلس السيادي على ايا يكون الاسم لم يرفضوا المبادره او الدعوه الامميه. يعني هي دعوه يعني كانت تتطلب اولا من الامم المتحده ان كانت جاده في هذه المبادره ان يكون هناك فريق اممي او فريق من الاطراف الاخرى لمراقبه هذه الهدنه. يعني لكن دعوه وحديث عن هدنة لم تلتزم بها السعودية أساسا، وليس هناك أي رقابة دولية عليها، ليس هناك أي لجنة هي التي تقيم. بالتالي اليوم كل طرف يتهم الطرف الآخر وتضيع الأمور في هذه الاتهامات. لكن أؤكد أنه من مصلحة أنصار الله في أن يكون هناك التزام بأي دعوة لوقف إطلاق النار، لأنه في النهاية أي وقف لإطلاق النار في هذا الوضع العسكري والسياسي الذي يعني هو لصالح القوى الوطنية في الداخل فإنها لم ترفضها بكل تأكيد. لكن ما تؤكده دائما ما يؤكده رئيس الفريق الوطني المفاوض محمد عبد السلام دائما هو انه المطلب الاساسي والرئيسي هو وقف شامل لاطلاق النار ورفع الاسعار، ورفع الاسعار تحديدا. لكن الستم بهذه الطريقه تستغلون القلق الدولي من انتشار فيروس كورونا؟ ليس الموضوع استغلال، يعني الموضوع اليوم يمكن يقاس على 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 الخارطه السياسيه والعسكريه الموجوده في اليمن وعلى المده الزمنيه التي استمرت فيها هذه الحرب. يعني الدكتور امين الخريتي اشار الى نقاط مهمه جدا مع اختلافي بكثير من المسميات وليس ما اشار اليه، ولكن في النهايه هذه الحرب استمرت 5 سنوات، نحن ندخل في العام السادس. هناك فشل كبير جدا، يعني الفشل تتحمله السعوديه. بقية الأطراف يعني إذا تم تفكيك ما يسمى شرعية تفكيكها
لن ت... يعني لا... لا... سننتهي الى حزب الاصلاح فقط هو الحزب الفاعل والرئيسي في هذه ما تسمى الشرعيه، البقيه هم اشخاص او اجزاء من بعض الاحزاب السياسيه، بقيه المكونه السياسيه نحن نعرفها تماما، يعني ليس لها قاعده شعبيه كبيره، ليست موجوده عسكريا على الارض، يعني ليست موجوده وتقاتل على سبيل المثال. ما يسمى الشرعيه بالنسبه للواقع هي عباره عن فراغ او عباره عن حزب الاصلاح، مع حزب الاصلاح يتلقى يعني ليس مرضيا عنه من السعوديه حتى لو حاولت السعوديه تجاه منهم، ولكن حقيقه هي ليست راضيه عنهم وكذلك الامارات، وبالتالي من الطبيعي ان يتم استغلال هذا التفكك الحاصل. بالتالي سيد طالب، ما هو تصوركم للحل الشامل؟ ألا ينبغي أولا الالتزام بإجراءات بناء الثقة والإفراج عن الصحفيين والمعتقلين؟ إجراءات بناء الثقة هي مطلوبة، ولا أحد يعارض أن يكون هناك حل حقيقي وسياسي وشعب، وأن يكون هناك يعني القاعدة الأساسية أن نعم، ما هو الحل تتوقف برأيك؟ القاعدة الحل السياسي برأيي وبرأي ربما الكثير يعني في الداخل وحتى وردت في الرؤية الوطنية، يجب على السعودية أن توقف تدخلها تحت شعار إعادة ما تسمى الشرعية، ويكون هناك وقف لإطلاق النار بكل تأكيد. لا يمكن الاستناد إلى المبادرة الخليجية، دعونا نكون واضحين جدا، لا يمكن تقييد اليمن بالمبادرة الخليجية التي ماتت، وأيضا لا يمكن ربط الحل السياسي الشامل بالقرار الدولي 2016 الذي ينص على انسحابات والذي ينص على تسليم أسلحة والذي ينص على أمور كثيرة. لا يمكن لا يمكن على الإطلاق أن نتصور أن أن أن, أن, أن يكون هناك تنفيذ لهذا القرار، وبالتالي السعوديه تتمثل تفضل بهذه. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد طالب. أعود إليك دكتور فيصل، هل تعتقد أنه لا زال هناك بيد الشرعية أدوات قوة يجعلها طرف رئيسي في هذه المشاورات؟ الشرعية من الناحية القانونية والدستورية لا زالت هي الممثل الوحيد للشعب اليمني وللدولة اليمنية على المستوى الدولي والمحلي. اليوم العلم الجمهوري، جواز السفر، العملة، السفارات، البعثات الدبلوماسية، العلاقة الدولية تتعامل مع الشرعية باعتبارها ممثلة للشعب اليمني، والشعب اليمني يدرك بأن الشرعية الممثلية الشرعية الرئيس عبد الرب منصور وفريقه لم يبدوا بلاء حسنا، ورهنوا البلاد والعباد والسيادة الوطنية للخارج دون اعتراض أو دون تصويت، وهناك غضب شعبي يتعاظم بشكل دائم نتيجه لهذا الاسلوب، ولكن تبقى الشرعيه بكل مساوئها هي الخيار الوحيد لليمنيين. الحوثيون يتحدثون عن 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 حوارات تفضي الى الاعتراف بهم كسلطه شرعيه بامر واقع او بمفاوضات او باعتراف دولي. شكرا. اليمنيون يبحثون عن حل أن تكون السلطة هي سلطة الشعب، إرادة الشعب. الحوثيين لا يعبرون عن إرادة الشعب، يتحدثون عن الدولة اليمنية وكأنها شأنا يخصهم، هذا غير صحيح. هم فرضوا سلطة الأمر الواقع بحكم قوة السلاح سواء على المناطق التي استولوا عليها، وكذلك في مستوى المفاوضات الدولية أيضا أوجعوا أو آلموا السعودية إلى من جعلها تكشف عورتها الضعيفة بأنها غير قادرة على الاستمرار في حرب لا تحسب إدارته ولا تحسب القيادة، وأيضا أبعدت الطرف اليمني وهو صاحب الشأن في الموضوع. يعني نعم، شكرا. لو كانت السعودية والإمارات لم تتدخل بالشأن اليمني ربما لوصلنا إلى حل أفضل وأسرع للمشكلة اليمنية. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معي من الحديدة فيصل الحذيفي. أرحب بضيفي من الرياض اللواء مستور الأحمري، مرحبا بك معنا سيد مستور. اليوم هناك من يقول أن الحرب التي قادتها السعودية كانت سبب في تقوية الحوثيين، وبالتالي يتعاملون بندية بعد أن كانوا جماعة ميليشاوية مسلحة.
إذن فقد الاتصال بضيفنا السيد مستور. أعود إليك سيد طالب، كما ذكر الدكتور فيصل أنتم تتحدثون عن الدولة اليمنية وكأنها ملكا لكم، وبالتالي لن يقبل اليمنيين بتواجدكم. يعني لا يمكن إطلاق الأمور العموم بهذا العموميات، يعني لا يمكن اليمنيين أن يقبلوا بهم. أولا ما لم يقف مع حركة أنصار الله في اليمن منذ ثورة يعني 2014 21 سبتمبر. يعني أنصار الله والقوى الوطنية لا يؤمنون بشرعية عبد الربو منصور هذه منذ 21 سبتمبر 2014، ويرون أنها ثورة. نحن نؤمن تماما أنها ثورة، يعني لا أحد يستطيع في الخارج أن يحدد لنا من هي الثورة الحقيقية. لا تؤمنون بشرعية هذه التي كانت يعني ناتج عن انتخابات قامت بها كل فئات الشعب، وتؤمنون بشرعيتكم من انقلبتم على الدولة وسيطرتم على مؤسسات الدولة بالسلاح؟ هناك كان هناك ثورة سلمية وثورة مسلحة لإسقاط نظام ركبته السعودية في 2011، وانتخبوا عبد الربو منصور هادي كمرشح وحيد لم ينافسه أحد، لم ينتخبه أحد. هناك كان هناك رفض للمبادرة الخليجية، تم تجاوز هذا الرفض، تم تجاوز القوى الوطنية أيضا. نعم. التي نزلت والثورية التي نزلت لإسقاط. تفضل بالبقاء معي سيد طالب. نعم تفضل بالبقاء معي سيد طالب. أرحب بضيفي من الرياض اللواء مستور الأحمري، مرحبا بك معنا سيد مستور. اليوم هناك من يتهم أو يقول بأن الحرب التي قادتها السعودية كانت سبب في تقوية الحوثيين، وبالتالي يتعاملون بندية بعد أن كانوا جماعة مسلحة أو ميليشيا مسلحة. مساء الخير. نعم. لكم ومشاهديكم الكرام. أولا المقولات التي نسمعها والتي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي مقولات كثيرة ومقولات متنوعة، منها ما هو من الغير عقلاني إلى العقلاني. الواقع ويعني من يقرأ السياسة ومن يقرأ الأحداث العسكرية يتضح أنه العملية العسكرية التي قادتها السعودية هي عملية شرعية تحت مظلة الأمم المتحدة والتحالف العربي وبموافقة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، ولا الحكومة التي يعني اغتصبت السلطة ولا يعترف بها سوى دولة واحدة في العالم. لنكن منطقيين، لم تساهم الحرب في تقوية الحوثيين، لا بل ساهمت في أنها يعني حجمتهم في مساحة معينة بقدرات معينة. لا بد أن هناك بعض السلبيات أو بعض التسريبات سواء التهريب أو ما إلى ذلك يجعل منهم يعني يتعاملون مع الحرب بالشكل اللي نراه خلال الفترات الماضية. أما حكاية أنه الحرب أو السعودية ساهمت في تقوية الحوثيين، هذا كلام ينافي المنطق وينافي الواقع. لو لم تقوم الحرب. نعم. سيد مستور، ألا ترى أنه تم إضعاف الحكومة الشرعية وتمزيقها ما بين السعودية والإمارات؟ أليس المستفيد الوحيد هم الحوثيون؟ عزيزتي، السعودية والإمارات هي يعني أولا السعودية قائدة التحالف، الإمارات من ضمن دول التحالف العربي. لم يعني إذا احنا فكرنا بهذا المنطق بأنها هي تريد إضعاف الحكومة اليمنية، فلماذا تستجيب لدعوتها بإقامة الحرب لإعادة الشرعية إلى اليمن؟ إذا قلنا أنه مثلا الحكومة السعودية أو الإمارات هي تعمل مثلا ضد الشرعية هي الآن تعمل من الرياض، تعمل بجميع قراراتها، الشرعية موجودة. إنما ربما هناك داخل الحكومة الشرعية أو على الأرض اليمنية هناك بعض التجاذبات ما بين الأحزاب اليمنية، يعني ما بين الأحزاب اليمنية وما بين بعض يعني التشكيلات، وهناك إشكالات معينة
ربما لو فحصت بنظرة فاحصة من الحكومة الشرعية لحلت مثل هذا الأمور، ولا يعني تقدمت إيجابيات أكثر لها. نعم. منذ سنوات يعني كان مشروع الحوثي أن يتحول الصراع ما بينهم وبين السعودية، الواقع اليوم يدل على أنهم نجحوا بذلك بدليل أنكم تخوضون المشاورات معهم دون وجود للحكومة الشرعية. أنا لا أتوقع أن الحكومة الشرعية مغيبة عن مثل هذا الأمور، ولنكن واقعيين، الحكومة الشرعية هي الحكومة المعترف بها دوليا الممثل الوحيد للشعب اليمني بجميع يعني بجميع طوائف وقبائل وما إلى ذلك. لا أتوقع أن الحكومة السعودية ستفتح محادثات مع الحوثيين، مثلا تتفاوض معهم يعني في خطوات معينة والحكومة الشرعية لا تعلم. اليوم يعملون الأشقاء باستمرار إلى جانب بعض، هناك مكاتب ارتباط، هناك علاقات سياسية، هناك علاقات دبلوماسية، ف يعني أحيانا عندما نعم سيد مستور هل تسمعني؟ نعم، إذا سنحاول إعادة الاتصال مع ضيفنا السيد مستور. أعود إليك سيد طالب، إذا كنت قد استمعت لحديث السيد مستور، تحدث بأن الحكومة الشرعية متواجدة ويجب أن يتم أخذها بالاعتبار، وأن مشروعكم تحويل الحرب ما بينكم وما بين السعودية مشروع فاشل. سيد طالب هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع ضيوفنا. كان معنا من بيروت الناشط السياسي طالب الحسني، وأيضا من الرياض اللواء مستور الأحمري، ومن الحديدة فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول، إلى اللقاء.